بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. النهاردة بنتكلم عن لعبة جميلة جدا من أجمل الألعاب الحربية، لعبة شيقة وممتعة بصراحة. اللعبة حجمها 330 ميجا، هتنزل عندك بنفس بطول زي كده، تقدر تحملها تحت الفيديو، يكون عندك برنامج باور ايزو عشان تقدر تسطب اللعبة. بعد ما بتنزل عندك بتلاقي ملف مضغوط زي كده، كليك يمين وتعمل عملية استخراج فك ضغط، تنتظر تفك الضغط عندك وبتنتج عندك فولدر بالطريقه دي كده. اللعبه مع التفعيل بتاعها تخش جوه هنا، كل اللي عليك انك زي ما قلت لك يكون عندك برنامج باور ايزو. هتلاقي فيه ملفين، ده ملف التفعيل اللي هو حجم 1 كيلو بايت، واللعبه اللي حجمها 341 ميجا، كليك يمين عليها ويكون عندك زي ما قلت لك باور ايزو مسطب على الجهاز. الناس اللي ما عندهاش هتلاقي رابط تحت الفيديو ليه، تقول لها فتح عن طريق الباور ايزو بالاختيار ده كده، بتفتح معاك زي ما انت شايفها، بتضغط على ايقونه السطب، تخلي العلامه تحت وتقول له هنا حسنا، بتبدأ تعمل معاك اللي انت شايفه دلوقتي وتبدأ تتسطب معاك على طول. نقول له هنا يس، نقفل نزل دي هنا دلوقتي ونقفل دي كده، نقول له هنا نيكس، ده المسار اللي هتتسطب فيه، نقول له هنا نيكس. هنا تعمل لنا ايقونه على سطح المكتب، نقول له نيكس انستل وتتسطب معانا على طول. لعبه جميله جدا، هتشوف فيها متعه. اللعبه بتتلعب باليد وبتتلعب بالكيبورد حسب ما انت عايز، ممكن تلعب زوجي ممكن تلعب فردي. ننتظر تخلص التسطيب معانا، هتظهر لنا الوقت ليها ايكون على سطح المكتب، هنا بنقول له فينيش. نيجي نخش في الفولدر اللي احنا فكينا الضغط عنه اهو، خش جوه هنا، هناخد الملف ده كده كوبي، نقفل هنا، كليك يمين على ايكون اللعبة ونروح على كلمة اوبن فايل دي، تفتح معانا مسار اللعبة. بنحط الكروك هنا لاسك ونعمل له اعدادات المدير، نيجي هنا برضو نفس الطريقة نحطه هنا لاسك. تمام كده، انت كده ممكن تروح تشغل اللعبة. خلاص هنا كده دبل كليك عليها. طبعا اللعبة مش محتاجة امكانيات كبيرة ولا حاجة، اقل امكانيات تشتغل عليها اللعبة. تبدأ تفتح معانا زي ما انت شايف، كل اللي علينا نضغط على انتر. Weapon upgrade.
زي ما شفتوا لعبة جميلة جدا ولعبة ممتعة بصراحة من الألعاب الشيقة. زي ما اتأكدت التحميل تحت الفيديو، يا رب يكون اللعبة عجبتكم والشرح يكون عجبكم. ما تنسوناش في لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.